السلام عليكم. لا فيديو ديال اليوم هو امتداد للموضوع ديال لو ديفيبريلاتور كاردياك. وبما ان لو ديفيبريلاتور فهو واحد الجهاز واحد الاله عندها علاقه بالقلب، باش نفهموا مزيان غادي نحاول ندير واحد التذكير فيزيولوجي ديال الوظيفه ديال القلب، ولكن بمقاربه وبمقارنه تقنيه محضه. ومن بعد غادي نتكلم على ان ديفيبريلاسيون، شنو ان ديفيبريلاتور وشنو علاقته علاقه لو شوك الكتريك بلو تراسي بان ديفيبريلاسيون. وان شاء الله الموضوع المقبل يعني ديال الفيديو اللي غيكون الاسبوع المقبل ولا بعد الاسبوع ولا من الاسبوعين غادي يكون تقنيه محض، غنهضروا على البرانسيب دو فونكسيونمون ديال ان ديفيبريلاتور. فنبداو على بركه الله. فهذا قلب، واعتذر على هذا الرسم لان ما عمرنا نشوف هذا الرسم ديال القلب في المصادر الطبيه ولا العلميه، حتى في المصادر حتى داك الكتاب الذكريات اللي كان عندنا حنا في الجيل ديالنا، ولا داك القلب اللي ديرها ولا كنلقاو في الحيوطه وداخل فيه واحد السهم والدمايات لتحت. دونك هذا القلب فهو من الاخراج ديالي ومن الاجتهاد الشخصي ديالي، ربما طريقه انالوجيك باش نفهمو احسن. فرمزت ليزورايات لي فونتريكول من المفهوم ديالو بحال انسوفلي، بحال ريسبيراتور لو سوفلي كورديون اللي كيمشي ويجي. دونك القلب الوظيفه ديالو الاساسيه هو كيوزع الدم، كيوزع الاكسجين للجسم كيغديه، وان ميم طو كياخذ لو سي او دو وكيلوحو. فغنعطي غير رابيدمون هنا لي بومون عندنا لي فايريال اللي كنانسبيرو، الاكسجين كيدخل كيمشي مع الدم. هنا الدم اكسجيني غني بالاكسجين كيتم جاي لهاد المريات، ابري كيجي الفونتريكول، من الفونتريكول كيمشي للجسم كله. وهنا هنا الجسم كله يعني من الدماغ حتى كاع لي سيلول لي زورغان. من بعد هذاك الدم كيكون الاكسجين هنا كيولي ما بقاش فيه الاكسجين، ولا فيه سي او 2 يعني توزع الاكسجين وخلى له داك الشيء، فخصو يفرقو. كيتم جاي كيدخل لهاد لوغيات لوغيات دغوات، ومن بعد كينزل الفونتريكول غوش، ومن الفونتريكول غوش كيطلع لي بومون. وكي اشنو كيوقع لي بومون؟ كيطلع باش يلوح لو سي او 2 بالاكسبيراسيون ديالنا اللي كنديرو، ديك الاكسبيراسيون كتمشي لو سي او 2 في الاتموسفير. او ميم طو لو سيكل بروشان كيجي ديال ريكيبيراسيون ديال الاكسجين وانسي دو سويت. دونك هادو كيخدمو هنا الدم احمر حيت ريش اون اكسجين، هنا كيكون ازرق حيت ما فيش الاكسجين في غير السي او 2، وهكذا. وهادو كيخدموا اون ميم طون لي فونتريكول و لي زوغيات اي لي فونتريكول، يعني طق 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 بحال هكا كيخدموا الضربه ديال القلب. دونك خصنا نعرفوا بان هاد لي فونتريكول دابا غناخذوهم سيميتري كيخدموا دو لا ميم مانيير، غير هذا كيوزع الدم وهذا كياخذ الدم اللي ديجا توزع وما بقاش فيه الاكسجين وكيريكيبيري. دونك غادي ناخذ الامثله ديال هنا، فكيجينا واحد السينيال عندنا القلب فهو مستقل بالكهرباء ديالو، فالي اوتو اكسيتي ما محتاجش الانرجي اكستيريور. القلب راسو في ان بيل بحال في ان بيل ليثيوم، انا جو شيماتيزي بان سيركو ال سي، حيت لي سيركو ال سي اون فوا الكوندونساتور اني شارجي كيبقى انفينيمون اون سو شارج اترافير اون بوبين اون سو ديشارج اترافير الكوندونساتور. دونك انفينيمون بيان سور بون سي الكونديسيون ايديال، لان خص تكون لا ريزيستونس ديال لا بوبين ايكال زيرو، بوتيت ار ايكال زيرو، سو كي نيبا بوسيبل. ولكن عندنا دي ان اوتو اوسيلاتور اللي كيبقى اوسيلي. فكذلك هاد لونور اللي كيسموه طبيا لونور سينوزال، علميا لونور سينوزال. هاد لونور سينوزال كيعطينا اشاره لوغيات دروات او ميم طون لوغيات غوش، دونك كيعطينا اشاره اترافير الكونديكتور الكتريك، هذا بحال الكونديكتور ديال الضوء ديال الكهرباء. ملي كيوصل الميسكل ديال لوغيات لي زوغيات بجوج اون ميم طون، فهذوك لي زوغيات عندهم واحد الخاصيه ملي كيكون ملي كيوصلهم لي سينيال الكتريك كيتقلصوا، كيكون تقلص ان كونتراك ان كونتراكسيون. دونك هادو سو سون دي سيلول كونتراكتيبل، ملي كيتكونتراكتاو اون ميم طون كيديروا ديك المورمون بجوج. دونك هذا كيكومونيكيو مع لي فونتريكول ديالهم اون ميم طون، ولكن كيجي واحد لو سينيال اخر لي كون ما كانش واحد نيرون في الوسط، واحد الغوتارداتور يعني كيتقل لو سينيال كيجيبو هنا وكيدير بحال كيدير ان ريزيت عاود ان غوبون. دونك كون كان عندنا لو سينيال كيجي ديريكتومون حتى في لي فونتريكول، فغادي يعني
ils vont s'exciter en même temps وغيكون عندنا هنا تخربيق يعني هذيك الضرب هذيك الضرب ما يكونش عندي واحد لو ريتم وما تكونش عندي دوره دمويه فخصني نكوموندي هادو اون فوا دار اون كونتراكسيون خصني شويه ديال الوقت باش هذاك الدم اللي وهادو يخوا كلهم من الدم الدم اللي عمرها ما نوزعو هذا كيمشي لي بومو هذا كيمشي للجسم فهذا هو الورود ديال الدوزيام بحال ان غول الكتريك ان روتاكتاتور اللي بحد ان سيرتان طون وهنا كيعطي اشاره كهربائيه لجوج هنا وهذه لي تيسي قلنا ديال كلهم هاد لي زوغيات ولي فانتريكول فهما دي تيسي كونتراكتيبل باغ كونتخ هاد المساحات هادو فهما ماشي كونتراكتيبل الا كان كونتراكتيبل غادي يدو مثلا عندنا هنا واحد هادو لي فالف فالف اونتي روتور كيدوزو غير هكدا وكيدوزو هكدا عندهم ان سو سونس يعني بحال بحال شدينا هكا الفالف ملي كندير انا كتحل ولكن هكا بعمرها تحل دونك عندها ان سو سونس بحال تشيك فالف بحال الكلابي اونتي روتور في الهيدروليك دونك عندي هنا دي فالف اللي كيتحلوا وهنا عاوتاني من هاد الجهه اخرى ولا فالف الدم اللي كيبغي يمشي لهكا ما عمرو يدخل لهنا كما قلنا حتى الفالف اونتي روتور كيمشي دائما باش يمشي للدوره الدمويه الكبرى باش يوزع الاكسجين دونك قلنا هنا لا سورس ديال ليكسيتاسيون سي تا اوتو اوسيلاتور اوتو اكسيتون وكيعطينا لو مون طون لي طون سيريال هادو كيخدموا اون مون طون وهذا خصنا ان روتار باش سينكرونيزي وهاد الاوسيلاتور لا فريكونس ديالو هي الضربه ديال القلب هي 60 80 العاديه لان في حاله العاديه ديال القلب ربما تطلع ولكن هذا هو اللي كيتحكم في الضربات العاديه ديال القلب والاوتوماتيزم بروبر ديالو اذا في بعض الاحيان كتكون الضربه ديال القلب ماشي طبيعيه الضربه الطبيعيه هي هذه هذه كوريسبون هذه كتناسب مع لوند بي لوند بي هي هاد لي دو سوفلي يعني لي زوغيات وهنا هاد لا ديستونس هو لو سيريال يعني الاشاره الكهربائيه اللي كتمشي من هنا حتى لهنا حتى لهاد لابارتي هادي يعني هاد الاشاره هادي كتدير واحد لو طون هنا سي او ميلي سكوند ولا اون ميلي فولت هذا لامبليتود ولا لا فريكونس دونك وهنا ابري كتمشي لوند اير لوند اير هي اللي كيتكونتراكتا وهاد لي فونتريكول جوج اون ميم طون تك 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 هكذا دونك ابري سو دي بولاريز اي روبون بعد خطرات كتكون عندنا واحد الضربه ماشي ريغولي مثلا اون سيبوز عندنا ماريد في لو سكوب ولا في لو سي جي فالضربه ديال القلب ما بقاش بحال هكذا هذيك تكون لابيل اون فيبراسيون كاردياك ولا اون فيبراسيون فونتريكولار يعني اشنا هو بان لي فونتريكول جوج كيدير واحد الموفمون ها معنى هذا بان الدوره الدمويه هنا راه غير مضمونه فالدم غير كيمشي ويجي بحال كي اوسيل وهنا سي اون اورجونس يعني غروند اورجونس يعني الا تعطلنا على هذا المرض اللي عنده الفيبريلاسيون فكي الدم يمكن يتكبد يدير دي كايو سكتة دماغية ويموت هذا من وراء اناري كاردياك بحال هكذا يعني ما كيبقاش لو سينيال هنا هذا هو الدور ديال لو ديفيبريلاتور دونك لو ديفيبريلاتور انا ملي كنجي كندير الكترود هنا والكترود هنا يعني خصني ديفيبريلاتور يكون في لو ستيرنوم وفي لابيكس ولا واحد هنا واحد هنا من الضروري خصو ياخذ القلب الوسط منه بلوز او موان فملي كنعطي واحد الاشاره ضوئيه هنا مثلا اش كيوقع لي ديفيبريلاتور كيعطيني واحد لينيرجي باش يعمل لي ان ريزيت القلب فالويجي ديال لو شوك الكتريك ديال لي بار لو ديفيبريلاتور راه باش كيدير ان ريزيت ماشي كتكون زيرو اون غوبون دونك كيدير ان ريزيت القلب اون فوا كيدير لو ريزيت بحال هاد لوسيلاتور درت لي اون ريزيت واحد لو سيني اخر زدتو وابري اون غوبون نورمال سي نو غوبون با نورمال لو ميدسان لو ريانيماتور كيعاود كيدير ثاني ان شوك بوتيتر بلو امبورطون في لينيرجي ولكن هنا خصو يكون لو بلو رابيد بوسيبل وما عندوش الحق في الروتار وهنا لو شوك في ما كانت هنا ولا هنا بلو امبورت لان هنا سي ان شوك اسينكرون هنا كيدير لو شوك وكيعاودها بيان سور افيك لو ريسبي ديال لافيرونمون اللي معاه والبروتوكول ديال بور ديليفري ان شوك كاين عندنا واحد الحاله اخرى ثاني عندنا بان كتكون عندي واحد الضربات هما ريتميك ولكن رابيد سكون ابل
التاكيكاردي فونتريكولار، التاكيكاردي فونتريكولار فما اقل خطوره من الفيبريلاسيون. ولكن فين الخطوره ديال هادو؟ هو ان اذا قرر الطبيب يدير اون ديفيبريلاسيون ان شوك، لان هنا ربما الطبيب هو اللي عنده الاختصاص باش يقرر واش يكون دي ميديكامون ولا تكون شي تريتمون ولا، ولكن اذا قرر بان يكون ان شوك هنا هنا هذه الخطوره في الكاينه. وان في هذه الحاله في التاكي فونتريكولار خصني نديرو لو مود 5 اون، هنا مايمكنش نعطيه لو شوك افوغلومون بحال هنا. الى عطينا هاد لو شوك هنا افوغلومون يمكن نطيحو في لوند تي اللي هي هنا ونديرو اري كاردياك ولا نديرو انفيبيلاسيون كاردياك. دونك الى عندي لو في كونتخير كنا في حاله ماشي مستعجل، لان ما كاين الدوره الدمويه، لان لي باتمون كيقدرو يوصلو 50 من 60 حتى 200 كاينه دوره دمويه كومان، ولكن يمكن يكون شكل خطر، لان لي تاكيكاردي يمكن شكل خطر. غير هنا خصو يدير لو مود 5 اون. شنو هو؟ هي لاباراي بليزيكترود ديالها اللي كيحطو على المريض راه اي ديتيكت هاد لود ار اللي هي هادي، دونك يسو ديتيكتابل. وهو في لود ار كيديفازاب كيلكو ملي سكوند وكيعطي لو شوك هنا. دونك سي لوي انت كتعطي فوزابي سيميلتانيومون على لي شوك على ليزيكترود وكتبقى تسنى، ماشي انت اللي كتكوموندي. دونك لا ديليفريزونس دو شوك سي لو ديفيبريلاتور كي ديسيد سولو لا ديتيكسيون ديال لود ار. الا ما ديتيكتيهاش ما كيعطيهش، بون خصو ديتيكتي ابري كيعطيك سا غوبرو اون بو اوبتونيغ بار لا سويت لو سينيال اللي بحال هذا. دونك هنا فو فير اتونسيون، الا عندي ان سينيال اللي في لود ار راه ماشي سوفون الي شوكابل، ولكن الا كان ضروري من الديفيبريلاتور في هذه الحاله الفو روح لا توش في الديفيبريلاتور. كاين توش 1 سيليكسيوني لو جول، توش 2 شارجي، توش 3 دي شارجي، وكاين واحد لا توش سينكرونيزي. دونك الى عندي ان ديتيكتور وهنا راه سي لا باراي كو ال ديتيكتور دو لود ار كدير لك واحد اون فلاش ولا ان سينيال قلب ولا فلاش ولا بوان كي كيلو سو دي لا باراي راه اي ديتيكتي افيكتيفمون كو سي ان سينيال سي اون اريتمي سي اون تاكي تاكي فونتريكولار لي لاباري كي فادي سيدي او il va délivrer le choc. Il va mettre le choc exactement. Mais je m'en dis le cas contraire. Donc, il y a des indications ou l'indication du défibrillateur, mais le défibrillateur, ça veut dire pour éliminer la fibrillation cardiaque. Il y a SSD. Le cas de l'arrêt, quand l'arrêt qui greffe le défibrillateur, quand tu as une émote, là, on va finir par un arrêt, par un signal, mais je ne sais pas. يكون واحد السينيال غير هادي بحال هكذا بحال الموج، دونك كل ما غادي ننتهيو بحال هكذا. دونك ماشي تو اغي يمكن ننفع فيه ان شوك الكتريك. دونك الا كان عندي اغي كاردياك فما عندك ما دير، لا ريد كاردياك هو ديال السيوا الموت الطبيعي ديالنا، لان كنا كننتهيو بهذا السينيال في لو سي جي ديالنا. نتمنى نكون كنت واضح، وان شاء الله الحلقه الجايه غتكون بيرمون تكنيك على شنو هو انديفيبريلاتور وشنو هو. غنحاول نهضر غير على لو سينوبتيك ولكن نفهموا كومون سا سباس، وغناخذ غادي نعطي شي نصائح تطبيقيه عمليه بالنسبه لي زيتيليزاتور بالنسبه لي بيوميديكو. الى الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا.